فيها شكل جبنانة عشوائيا، وهو البرقر. البرقر هو البرجر يقوم بداره يموع صراحة، فشي رهيب هذا البرجر. وخلص عدي الصاص، بقيت لي كمية لا بأس بيها. خليه هنا، وهنا عدي سايح هواي صدق ناطح السحاب هاي. شو طوله راح يصير هذا؟ والله ما سيطر عليه، ونخلي له بعد من ذنه. هاي النوعية الأخيرة من الجبن، خلينا نشوفها. هذا ما يلزق، شوفوا يعني أنا جربت أول شيء بهذا، قلت البقيات ما راح يلزقين، يعني شفته ما يلزق، خليته أول شيء.